لكن لمينا الاسئله اليوم، كبينا الاسئله لنعمل لنا مصاري. ترشرش، عم تعمل ترشرش انت؟ ايه عم بعمل ترشرش. بركي بفكرني الترشرش. اوكي، هلا لازم تختاري، هلا هيدا السؤال الصعب. لازم تختاري مين اجمل ممثله لبنانيه برايك؟ نادين نسيب نجام او سيرين عبد النور؟ اوه لا لا، يلا ما في مهرب من الاجوبه، لا بتبوسي ولا لا، ما عندك نازله كشك جايبها انسيها. مين مين اجمل ممثله لبنانيه، سيرين عبد النور او نادين نسيب نجام؟ نادين. نادين؟ اوكي، مين اجمل، هبه نور او روزينا اللدقاني؟ والله الاثنين حلوين. اعطيني وحده. هبه نور. ولو حطيتك معهم؟ مرام علي. ياه عليك، انت اجمل؟ اكيد. اوف طبعا. اكثر طبيعية ولا اجمل؟ اكثر طبيعية. مع مين مع مين حابة تقدمي الثنائية، باسل خياط او احمد حلمي؟ شو قصة احمد حلمي؟ شو؟ كثير بحبه، كثير من انا وصغيرة. ايه بتحب اثنيناتهم؟ بحب باسل خياط اكيد، وبحب احمد حلمي اكيد. بس مين على بالك تقدمي ثنائية معه؟ احمد حلمي اذا كان كثير هيك عن جد الخيار، ايه بقول له سوري باسل بحبك كثير بس اكيد احمد حلمي. بتحبي تروحي على السوق المصري؟ يلا، مين الممثل السوري اللي اسمه أكبر من موهبته، معتصم النهار أو مهيار خضور؟ ما في شيء اسمه أكبر من، ما بفهمون هدول الأسئلة هشام. طيب مين مين بتحسي كثير موهبته كبيرة، مهيار ولا معتصم؟ مين أكثر موهبة بيناتهم؟ مهيار. مهيار، مين كان أقرب إليك بالخائن، قيس الشيخ نجيب أو السلافة معمار؟ وحياة الله. بدك تقدم، بدك تنقي. شوف هن كثير أصدقاء، هن وأصدقاء قديمين مع بعضهم يعني، بس هن احتضنوني واحتووني وكنا عن جد شركاء ثلاثة يعني، ولا مرة حسسوني بأنه رفقتهم يعني ممكن تأثر على علاقتي فيهم، فهمت شو قصدي يعني؟ ما كان في، فكنا عن جد عن جد ثلاثي. شو أكثر شيء بزعلك اليوم؟ تشوفي فنانين سوريا الكبار عم بيخوضوا جولات على تيك توك أو تشوفيهم بلا شغل؟ لحظة بس، ليش بدهم يكونوا، ليش بدهم يزعلوني إذا كانوا على التيك توك؟ عم بسألك. لا بالعكس، شغلة حلوة، ليش لا؟ عم شوف فنانين سوريا الكبار عم يكونوا على جولات على تيك توك وكبس وشير. برافو، ليش لا؟ ما ليش لا؟ وكبس وشير. أوف. أوكي، بين مشوار على الموتور أو مشوار بالسيارة، شو بتفضلي؟ على الموتور. شو قصدك أنت والموتور؟ ليك هالفيديو. أوبا. أوبا. وين هيدا؟ هذا موتوري. تركيا؟ لا بالشام. شام؟ إيه؟ عندك موتور؟ هذا هذا موتوري. لإلك؟ إيه والله. عندك موتور؟ التيرشرش هدانية. شو مهضومة؟ شو مهضومة؟ شو قالي لي الأوبا؟ أوبا. لك معقول تقولي التيرشرش هدانية؟ عندك تاتو على كتفك شاغل معجبينك، بتقولي فيه ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ. مين العنب ومين النبيذ بحياتك؟ أول شي فرجينا التاتو. مين العنب ومين النبيذ؟ شي مرة بيعملوا شي برنامج بس له علاقة بال بالتاتويات؟ بالتاتويات. لا ولو ايه اعطيني بس 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 بليز يعني ان جنرال، مين العنب ومين النبيذ؟ أنا بهاد التاتو عم بحكي بشكل عام، لا تحاسبوا حدا عن حدا بس. هذا شيء له علاقة بحياتك الشخصية؟ ما فينا نحكي كل شيء هشام. أنت مجوزة ومطلقة؟ لا نيفر ايفر أبدا. علاقات فاشلة؟ هو لا كثير. لا لا أبدا. شو؟ لا أستاذ العلاقات الفاشلة. فاشلة هيك وهي لا.